بين فريق يطمح لمواصلة الاستفاقة وآخر يبحث عن تضمير الجراح، استقبلت شبيبة الثورة الضيف اتحاد العاصمة في ثالث مباراة على التوالي لنسور الصحراء أمام فريق عاصمي. رغبة الشبيبة في إكرام الضيوف ظهرت مبكرا بعد كرة ثابتة من مسعودي وضعها على المقاس نحو طالح، غير أن رأسية الأخير وجدت الحارس منصوري. وبنفس السيناريو مداحي يراوغ يفتح ورأسية الحمري تجانب القائم الأيسر للحارس منصوري. رد الزوار كان عن طريق بومشرة الذي اصطدمت كرته بالحارس صعيدي. المباراة بعدها عرفت مسارا واحدا حيث استمر الضغط دون هوادة من جانب أصحاب الأرض لكن دون ترجمة للأهداف. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، الاتحاد وفي الوقت الضائع من الشوط الأول يتلقى ضربة موجعة بطرد اللاعب أوكال بالبطاقة الحمراء وضربة جزاء نفذها بنجاح اللاعب حمري. في المرحلة الثانية المدرب مزيان إغيل لعب ورقتي حمار وحامية لتفعيل القاطرة الهجومية. وقبل نهاية اللقاء بدقائق الشبيبة تضيع فرصة مضاعفة النتيجة على مرتين، الأولى عن طريق سعد والثانية عن طريق مسعودي، لينتهي اللقاء بفوز ثاني للشبيبة وخسارة أخرى للاتحاد.